أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. الأجواء الرطبة عاودت ويانا ومتوقع أن تستمر ويانا الخمس أيام القادمة. تقلبات في الطقس وذلك بسبب مرورنا خلال الفترة الانتقالية المعروفة في مناخ الكويت، تحدث تغيرات في الطقس ما بين أجواء الرطبة وكذلك الأجواء المعتدلة، تكونات بعض السحب. تستمر ويانا أيضا الأجواء المعتدلة إلى الرطبة خاصة على المناطق الساحلية، ولكن باكر إن شاء الله راح تتحول الرياح شمالية غربية خفيفة وترجع تعاود في يوم الثلاثاء وتستمر إلى عطلة نهاية الأسبوع. بشكل عام الأجواء الحالية في مدينة الكويت، السماء صحو واستمرار في الرياح الشمالية الشرقية، الرطوبة النسبية لا تزال معتدلة خفيفة 12%، ولكن متوقع خلال الساعات القليلة القادمة تبدأ ترتفع تدريجيا. درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية أو عفوا الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلو. تتأثر دولة الكويت في بعض المنخفضات الجوية الصغيرة تشكلت على شمال الخليج العربي، أدت إلى تقلب الرياح ما بين الرياح الجنوبية الشرقية إلى رياح متقلبة الاتجاه. كذلك الرياح الغربية والجنوبية الغربية خاصة في المناطق الغربية من دولة الكويت ساعدت في الأيام الماضية على ارتفاع درجات الحرارة تجاوزت 46 درجة مئوية، ولكن ابتداء إن شاء الله من هذا الأسبوع راح نلاحظ انخفاض تدريجي ملحوظ خاصة في درجات الحرارة العظمى. الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة بشكل عام أجواء معتدلة في المناطق الغربية من دولة الكويت، متوقع أن تصل درجة الحرارة في منطقتي الشقاية والسالمي في منتصف هذه الليلة 30 درجة مئوية. الرياح راح تكون رياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، أما المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 32 و36 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى نلاحظ درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في مختلف مناطق الكويت متفاوتة ما بين 26 درجة مئوية في المناطق الغربية وكذلك المناطق الصحراوية، المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 29 إلى 34 درجة مئوية مع استمرار الرياح بشكل عام رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة إلى رياح غربية على المناطق الغربية. ابتداء من منتصف نهار يوم الغد درجات الحرارة العظمى متوقع أن تتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية، راح نلاحظ الرياح راح تكون رياح جنوبية إلى شرقية على المناطق الساحلية مما تساعد في ارتفاع نسبة الرطوبة والإحساس بالرطوبة خاصة على المناطق الساحلية من دولة الكويت. تستمر ويانا خلال الأيام القليلة القادمة، السماء صحو بشكل عام خلال الأيام القليلة القادمة. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين بشكل عام أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 3 أقدام، تيارة المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:12 موعد شروق الشمس، الساعة 5:32 موعد أذان المغرب الساعة 5:55. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة، السماء صافية بشكل عام، استمرار في رياح الكوس طول هذا الأسبوع قد تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، ترتفع نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية والجزر، درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية في فترة النهار في مدينة الكويت، أما درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، قد تقل درجات الحرارة الصغرى في المناطق الغربية والمناطق الصحراوية إلى ما دون ذلك. أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، ولا نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.